اخويا معزتي سكاش قداش من السيار الفصع هو 100 درهم ونمدي قداش 60 درهم كيلو والله احسن العود ما يقاش والله احسن العود تبدا الشناقه قصيت شويه الثمن منوي الشيخ زي الكره يتعاود دار بيع عيد الزيار يرني 30 40 فرنك يحوي ياكشلوش السوق قالوا قال شويه ندي غير اخويا بوحزات يدريش ايوا بوبري الله احسن العونو صلاحته قال سي بوحزات 400 ألف ومين عز احوري ولكن تبارك الله حوري شنا ما شاء الله المهم بوبري قاضي عيد 200 180 هذه عيد 170 هذه عيد كل رجال حسب جهد النس كل رجال يقول خل مقدار النس هنا جهد 300 هذه عيد 300 هذه عيد 350 400 كل رجال الثمن سومين وعز اقش وانا ثاني 120 الف ويتعيد شو اسم 120 تبارك الله ذا حور هذه عيد بوبري 120 الف يقواني ثاني 120 الف 120 الف هو 120 الف 1200 درهم هذه عيد بوبري 1200 هو كوريجني يقول حسب الجهد الناس هو راه ضروري قد وارد يلعب في غيرها في الصغيره كل شيء غير الله احسن عاون خمين زي قاعد ماني قوي جبون شريس قاعد ماني هذا راه عارف يتيقين كل شيء غيرها الله احسن عاون على كل شيء خو بوبري راه خانو الشيء الثمن الجد الثمن ومن عز الثمن الجد الثمن هو هذاك ربي من ديجار خير البيع ما كاين شيء والثمن موجود السوق التالي راه مرخي هذا هو والكسب الله يكون في العون راه مضروب السبب علاش؟ هذا هو السبب العلف العلف غالي كاين شي تجاره اليوم ولا لا؟ اه التجاره ناقصه البيع ما كاين الصغير تيتباع الكبير الكبير حابس الكبير ما تيتباعش الارقام غاليه باش ما باع قليله رخيصه الله يكون في العون من جهتين جوج جهات على اللي يشري ولا على اللي يبيع قولي هنا شحال قاعد يدير؟ 500 600 ايوا البوبري يعيد على حسابه او ما وني راح 160 يقيم واه وش ندير 155 يقيم 155 يمشي يبدا ما رديش وين الثمن السي بوزاتينو ما رديش وين الثمن السيمانه يعدون زيد غير الحالي غير 155 يمشي ايوا اللي عارف ابو عزاتينو فصاو 200 دولار ابو عزاتينو الله يحسن العون الله يحسن العون السي بوزاتينو عمود 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 عزمينا اخويا ابو عزات قشوه واش ندير 155 و النمسا يمن 160 مواليدين دوازي غتعيد ايوا قش باش تمشي على ابو عزات 150 ايوا مراوية هذا السيارة ديال عفيف تكنا سي ابو عزات 4 كيلو من السوق واه 4 كيلو من السوق اكثر هذه زعما روايت هذيك يماس يماس وقت على الشاغيع تسكتي غير سكتي غير القلب هنا ايوا عقش ما مشى سبا في الدعم تاعنا عطاو لي 405000 اسمع 4000 درهم و50 درهم سيولت مازيغ 405000 405000 شحال 420 الزنزق ايوا التجارة موين شوية فكاك مليح شوية فكاك مليح السوق يحرك دعوة محركة الثمن يوقع حتى الثمن يخوليات الثمن يزيد 500000 550 تهوي غادي يعيد غادي يعيد غادي يعيد دا يزيد غير 550 دا يزمار 200 غادي نحشو بوبري موجود ويجي نتجهد نفس اخر ثمن بوبري شحال؟ اخر ثمن سيدي 150 تاخر غادي يعيد بوبري يزمار 200 غادي يعيد اخر اخويا 500 520 ثمانية وعشرين في السوق مليح السوق مليح
خويا ما كاين بوغلا. الثمن ديال الحولي الغليظ رخيص، والصغير من 250 راه فيه شويه ديال اللحم. عاود الماكله راه غاليه، راه كتعرف الصا دايره 100 درهم، كل حاجه دايره 6 درهم. فلاح راه مساكين كيشمروا يلا كيجمعوا فلوسهم، الله يحسن الفلعون، لا في الفلاح ولا اللي كيذبح. هادشي ما نقول. السلام عليكم. شحال؟